حوار الليلة مع فضيلة السويسي. الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت غرينتش. حوار الليلة من سكاي نيوز عربية، نتابع فيه. كاري يطالب الزعماء العراقيين بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تمثل كل أطياف وطوائف العراق. يعيش العراقيون منذ سنوات طويلة على وقع أزمات متعاقبة سياسية واقتصادية وأمنية، لكن ما يشهده العراق منذ أيام تخطى كل الحدود، خاصة مع الانهيار الشامل لوحدات كاملة من الجيش العراقي أمام المسلحين. وباتت بغداد تنتظر العون والمساعدة من حليفها الأمريكي، لكن جون كيري قالها صراحة في بغداد: سيأتي العون والمساعدة إذا ما اتفق العراقيون أولاً مع أنفسهم وفيما بينهم بدون استبعاد لأي مكون من مكونات البلاد. نتابع أيضاً في الجزء الثاني من حوار الليلة. مع ازدياد بؤر التوتر والصراعات في المنطقة، هل بقي هناك من يتذكر أو يعير اهتماماً لمأساة الملايين من اللاجئين السوريين؟ منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 3 سنوات، شكلت مشكلة اللاجئين هماً للمجتمع الدولي وكابوساً لدول الجوار. قلة من الدول قدمت إسهامات حقيقية لنجدة اللاجئين، وكثير منها اكتفى بالكلام المعسول. لكن ازدياد وتيرة الصراعات في المنطقة جعل ملف اللاجئين السوريين يتراجع في سلم اهتمامات المجتمع الدولي، خاصة مع ظهور بؤر لجوء أخرى وبالذات في العراق. كاري في بغداد، ضغوط أم إملاءات بقالب دبلوماسي؟ موضوع الجزء الأول من حوارنا هذه الليلة. نرحب من جديد بضيفينا من دبي، الناطق الرسمي باسم قائمة متحدون ظافر العاني. من بغداد، عضو ائتلاف دولة القانون محمد لقيلي، أهلا بكما. نذكر أيضا أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. أبدأ معك الحوار سيد ظافر العاني. الآن وبعد أن تقريبا انتهت مهمة كاري في بغداد، هل بدا لك بأن كاري جاء بشيء محدد يمكن البناء عليه؟ منذ سنوات، يعني مع تشكيل العملية السياسية، كان كل هم الإدارة الأمريكية والإدارات المتعاقبة هو كيف تمضي بالعملية السياسية وفق توقيتات، وفي غالب الأحيان بغض النظر عن النقاط الضعف أو النقاط السلبية التي تحتاج إلى علاج، كانت تريد للعملية السياسية أن تمضي حتى لو كانت عرجاء. ما قاله اليوم كيري في اجتماعاته، وأنا أتحدث هنا تحديدا عن اجتماعه مع السيد رئيس مجلس النواب رئيس قائمة المتحدون، الإدارة الأمريكية حريصة على أن تمضي العملية السياسية وفق توقيتاتها التي تتعلق بالدعوة لاجتماع مجلس النواب، اختيار رئيس مجلس النواب رئيس جمهورية، وتشكيل الحكومة، وعلى أن تكون هذه الحكومة مشروطة بإحداث إصلاحات سياسية. بالنسبة لنا، على الرغم من حرصنا على احترام والالتزام بالتوقيتات الدستورية، إلا أننا نعتقد بأن الأولوية ينبغي أن تكون للإصلاحات. ليس مهما أن تتشكل حكومة أو كما يقال حكومة شراكة، لأن الحكومات السابقة أيضا كان فيها سنة وشيعة وكرد وتركمان، وفي أحيان كثيرة مسيحيين، ولكن ليس هذا مهما. يعني ليس مهما أن تكون هذه الشراكة الهيكلية أو على شكل ديكور، المهم كيف يمكن أن تكون الشراكة مبنية على أسس صحيحة يحترم فيها كل مكون المكون الآخر، وعلى أساس المواطنة. أنا أعتقد أنه بعد أحداث الموصل ينبغي النظر بعين جديدة، أنه هنالك واقع جديد فرض نفسه. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد في ظل هذا الواقع الموجود اليوم، وبالتالي فإن المصالحة الوطنية والإصلاحات ومطالب جمهورنا ومطالب أبناء الشعب العراقي في تحقيق المواطنة من دون هذا النفس الطائفي والاستهداف الطائفي الذي مر خلال السنوات الفائتة من دون أن يتكرر. لأنه احنا نعتقد أنه كل، يعني حتى هذا المشهد الأمني المتردي اليوم في العراق
هو نتاج طبيعي لسياسات القهر التي يشعر بها قطاع واسع من العراق. وأنا أتحدث بشكل رئيسي عن إحساس العرب السنة بالقهر السياسي المسلط عليهم من قبل السلطة، وليس طبعا من قبل إخوانهم الشيعة والكرد. سيد محمد العقيلي، هل الحل فعلا برأيك يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية كما دعا اليوم المالكي في ظل الانهيارات الأمنية لمصلحة المسلحين التابعين للدولة الإسلامية في العراق والشام، خصوصا وأن أيضا السيد ظافر العاني قال لك بأن ليس من المهم هذه الشراكة يعني على أساس ديكوري، وإنما الأهم من ذلك عقد اجتماعي جديد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولك وإلى الأخ ظافر العاني وإلى جميع الجمهور. يعني أنا أعتقد ما ذهب إليه السيد العاني يعني أتفق معه إلى حد كبير، لكن نتاج الوضع الأمني هو نتاج المشاكسات السياسية والمناكفات السياسية داخل العملية السياسية، نتجت لنا هذا الوضع المتردي، لربما يكون هناك تردي أكثر في باقي الملفات. هذا تحصيل حاصل. أنا أعتقد اليوم الحكومة ليس بمجرد شخص، اليوم الحكومة هي بمنهج، هذا المنهج من الممكن أن نتوافق على المنهج. دولة القانون ذهبت إلى حد العلاجات، إلى الكثير من الأخطاء التي شابت العملية السياسية وشابت التركيبات للحكومتين، حكومة الشراكة وحكومة الوحدة الوطنية. يعني لدينا حكومة مهنية تنتج من غالبية سياسية، والباقي إن لم يتوافق مع الغالبية يكون في المعارضة. طيب، كانت لدينا هذا هو العلاج برأي دولة القانون، لكن بعض الكتل لا تريد أن تتوافق معنا بهذا النفس الأغلبي وهو الترسيخ إلى الديمقراطية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني استغربنا من طلب أن تكون وحدة وطنية، ما هي جربنا احنا حكومة الوحدة الوطنية، وكانوا في 2005 الأخوة السنة لن يشتركوا بداعي أنه الانتخابات تحت ظل الاحتلال، وإيثارا من الائتلاف الوطني الموحد أعطوا إلى الأخوة السنة، وكانت هناك لجنة كتابة الدستور. على الأقل طيب ماذا على الأقل أنتجت لنا؟ اسمحي لي، ماذا أنتجت لنا هذه الحكومة؟ طيب، الحكومة 2010 حكومة الشراكة جاءت بالسيد المطلق وكان مشتث، وجاءت بشخصيات أخرى من اتفاقية أربيل، وهي مشاركة وطنية. طيب ماذا أنتجت لنا؟ لو سمحت هنا سيد العقيلي، اليوم أن نفكر بحلول. الآن العراق يواجه كما يوصف بعدو جديد، يعني انهيارات أمنية متسارعة بالغة الخطورة. كيف ينوي المالكي دحر مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام من الموصل ومن مدن أخرى بدون تشكيل حكومة متجانسة فيما بينها؟ كيف؟ بالاصطفاف الوطني، دعونا أن يكون هناك اصطفاف وطني من كل الكتل السياسية، وتكون هناك حالة الطوارئ تعلن من قبل طوارئ وطني من قبل الكتل السياسية، لكن للأسف لن يتحقق هذا. لكن في قادم الأيام أنا أعتقد الجلسة الأولى للبرلمان هي أكبر رد على هذه التنظيمات الإرهابية وحتى التدخلات الخارجية. في كثير من الدفع الخارجي في حتى لا تكون هذه الجلسة موجودة حسب التوقيتات الدستورية. اليوم السيد كيري تفهم إلى حد كبير التوقيتات الدستورية واحترم التوقيتات الدستورية، حتى الآليات التي تنتج رئاسة الحكومة من الكتلة الأكبر احترم هذه المواد الدستورية وتوافق مع إلى حد كبير مع رئيس الوزراء السيد المالكي. إذن هناك نحن أمام ثابت وطني، هي التوقيتات الدستورية والجلسة الأولى، لكن يفترض أن نتفاهم. نعم، يجب أن نجلس، أنا أتفق مع السيد ظافر العاني، يجب أن نجلس قبيل انعقاد الجلسة الأولى حتى نتفاهم، حتى نتشارك بالآراء في كيفية الصياغة النهائية لتشكيل مؤسسات الدولة، رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. هي يعني المسألة محلولة، المسألة الكتلة الأكبر برلمانية داخل قبة البرلمان هي من ترشح رئيسا للوزراء القادم. أنا أعتقد اليوم لا نتوقف على الأشخاص بقدر ما نتوقف أمام المنهج، ما هي السلوكية القادمة لمؤسسات الدولة، ما هي المنهجية لمؤسسات الدولة كبرلمان وكحكومة. يعني يفترض اليوم أن يكون البرلمان قويا حتى تكون الحكومة قوية، مهما كانت الظروف التي مرت على العراق والعراقيين. أنا أعتقد الوقت أمامنا من الممكن أن نستعيد العافية ونستعيد الأمور باتجاه بناء البلد. الانهيار أنا لا أتفق معك أنه انهيار، كانت هناك مؤامرة، لو كان هناك انهيار لكان قتال.
اذهبي إلى بعض المناطق في إصرار من الجندي العراقي بمقاومة هذه التنظيمات الداعشية في تكريت وفي العلم وفي الضلوعية وفي الرمادي وفي الفلوجة وفي تل العفر. إذن لا توجد انهيارات، لكن هذه مؤامرة، وهذه المؤامرة حصلت عند كل الدول ولكل جواد كبوة. لكن كيف نتغلب على الكبوة؟ هناك يجب أن يكون تفاهم وطني، رؤى وطني. يعني لو سمحت لي، لو سمحت لي في هذه النقطة، حين لا تستطيع حكومة دحر جماعات من المسلحين يعني بهذه القوة، ولم يعني تستطع وقف تسلل القاعدة سيد محمد العقيلي، يعني هذا يعتبر من الأخطاء القاتلة لأي حكومة عموما. مع ذلك المالكي، سيدتي فقط بهذه النقطة، بهذه النقطة للتوضيح. سيدتي العراق ليس سوريا وليس مصر. مصر لن يكون هناك انحلال للمنظومة العسكرية. بريمر حل الجيش العراقي، العراق بدأ من الصفر، لذلك مصر ضربت القاعدة، ضربت مصر في العمق المصري. سوريا الجيش العربي السوري أقوى الجيوش العربية، والقاعدة ضربت بهيكلية، والحكومة السورية ليست كالحكومة العراقية مشاركة وتوافق ومحاصصة، حكومة قوية لن تستطع. هناك ضربات للقاعدة، الحكومة العراقية يعني حقيقة بهذه الهشاشة من قبل الكتل السياسية تحصيل حاصل أن تكون هذه الخروقات الأمنية. طيب عودة إليك سيد ظافر العاني، كيري اليوم لم يقولها صراحة، لم يشدد على المالكي بضرورة مثلا إفساح المجال لشخصية أخرى مقبولة أو توافقية. هل أصبح الموقف الأمريكي واضحا بهذا الشأن بالنسبة لكم؟ لا، نحن أيضا يعني لا نقبل أن تكون هنالك إملاءات واضحة من الإدارة الأمريكية في من يجب أن يكون رئيسا للحكومة، ولكن يعني على كل الشركاء أن يعرفوا بأنه ينبغي أن يكون هنالك تغييرا واضحا يرسل رسالة اطمئنان للمجتمع وللمحافظات المضطربة الآن بأن هنالك منهجا جديدا، منهجا المصالحة. طبعا أنا ما أزال أسمع كلام يتعلق بالتوقيتات والجلسة والرئاسات الثلاثة لازم تتوزع والحكومة وأنه والأغلبية وأنه روح إيثار، يعني أنه السنة ما يشتركون بس إحنا أعطيناهم، يعني وكأنه السنة إذا ما اشتركوا بالانتخابات يعني ينبغي أن يطردوا خارج البلد. طيب ما يشتركون بالانتخابات يعني ينبغي أن يقصون من الدولة، أن هذا شيء وهذا شيء آخر. ثانيا يعني إحنا ما نتحدث، يعني أنا قلت أنه ما يزال الحديث يدور حول الجوانب القشرية إذا جاز التعبير أو الكريمة دون الغوص إلى أصل المشكلة، أن هنالك مشكلة تتعلق بإحساس مواطنين بغياب العدالة، وبأن ثم التهميش يمارس ضدهم منذ سنوات، والأدلة على ذلك أكثر من أن يعني أن أستشهد بها في هذه الدقائق، وأنه الآن حتى المعالجات التي جرت بعد ذلك أيضا تنوم عن منهج ذو طبيعة طائفية، بما فيها استثمار الفتوى التي قالها السيد السيستاني، وأنا أقدر استطيع أن أفهم نبل مقاصد السيد السيستاني، لكن كيف وظفت بطريقة طائفية؟ يعني الكل لاحظ هذه الاستعراضات للميليشيات يعني غير الحكومية، ويتستعرض بحماية الحكومة وبكل الأسلحة الجرارة الموجودة لديها. وفي نفس الوقت تم يعني أعلنت الحكومة منذ اليوم الأول منح كل متطوع مبلغ مالي كبير، وعددهم مليونين متطوع، في نفس الوقت الذي حرمت فيه الصحوات من أن يكونوا جزء من المؤسسة العسكرية، بل وقامت بمطاردتهم أو جعلهم نهب لضربات القاعدة والتنظيمات الإرهابية، على الرغم من أنهم قارعوا القاعدة وأرسوا السلم الأهلي وقدموا حياتهم تضحية. يعني ما يزال هنالك منهج ذو طبيعة طائفية يمارس حتى هذه اللحظة، أو هكذا يشعر المواطنون. ولكن أما الحديث سيد ظافر، يعني بما أنك تتحدث عن السنة وعن الشيعة، يبدو أن سنة العراق، واسمح لي بهذا الملاحظة، كما يقول البعض يريدون استعادة ما كان لديهم قبل الغزو عام 2003. شيعة العراق يريدون تعويض ما يصفونه بعقود الظلم التي تعرضوا لها. يعني
سيبقى الأمر يدور يعني في هذا الإطار يعني إلى ما لا نهاية. يعني هذا هو ما يحاول البعض أن يرسب في ذهن الجمهور عندما يتحدث عن أن هنالك مؤامرة وأن هنالك الشركاء السياسيين هم الذين خربوا الوضع وأن المناكفات السياسية. يعني أما أن نستطيع أن ننظر بعينين مفتوحة إلى أصل المشكلة أو لا، أن البلد حقيقة من الممكن أن يمحى العراق من الخارطة يعني بهذه السياسات، ربما يعني غير الجدية للرؤية إلى الشركاء وإلى أبناء الوطن. ما الذي يريده السنة؟ كل ما يريده السنة هو الإحساس بالمواطنة، أن يستطيعوا أن يديروا شؤون محافظاتهم، يستطيعوا أن يناموا في بيوتهم من دون أن تأتيهم قوات من بغداد لكي تطاردهم. الآن معظم أبناء السنة اللي موجودين في السجون مسجونين على حيازة مسدس أو بندقية وهي للدفاع عن النفس، يعني والسجنها 15 سنة. طيب ما احنا شفنا 2 مليون مواطن شايلين أسلحتهم بالشوارع برعاية الحكومة بأسلحة ثقيلة. يعني هذا الإحساس ينبغي على الآخر أن يفهمه. أنا لا أتحدث هنا لقضية شحن طاقة، ولكن هذا واقع ينبغي أن يواجهه الجميع، أن هنالك شعورا بالظلم يشعر به هذا المكون، وبأنه يعني مثل ما تم يعني تبعيثه أو وصفه بأنه هو أن السنة هم البعثيون الذين كانوا ينبغي عقابهم والاقتصاص منهم وقتلهم وتهجيرهم واعتقالهم. الآن يجري الإيحاء بأن كل السنة هم داعش. أنا لا أريد أن أنكر وجود هذه الجماعة التكفيرية ومحاولة لاستثمار واستغلال هذه المظالم. يعني عندما يقوم السنة باعتصامات سلمية امتدت لأكثر من عام، والدولة مو فقط ما يعني لا تنظر إليهم أو لا تقدم لهم شيء، وما نتحدث حول الموضوع، وكان مؤتمر يفترض أن يعقد يوم 20/6 ولم يعقد، يعني أجل، وكان للنظر في أيضا مطالب الاعتصام، وهذا تسويف آخر، هذا سنة ونصف من الاعتصامات. وتقوم الدولة بمواجهة المعتصمين أحيانا بدموية، حتى الآن فضيلة ما نزال نسمع أن العلاج الوحيد لمواجهة هذا التدهور، والبعض لا يريد أن يسميه كذلك، يعني ما لا أعرف ما الذي يمكن أن نطلق عليه إذا كل هذا التدهور الموجود الآن على كل لا يريد إلا أن يواجهه باللغة الأمنية أو بلغة السلاح أو بالقوة العسكرية المجردة. ونحن نقول دائما أنه ينبغي أن تكون هنالك حلول سياسية تترافق إن لم تسبق أي حل أمني. مجرد الحلول الأمنية، وأنا يعني يحز في نفسي أن أقول بأن جيشنا غير مهيئ لمواجهة اضطرابات كبيرة وواسعة النطاق التي تجري اليوم. طيب. نعم سيد ضفر. يعز علينا أنه جيشنا يعني يتقهقر ويتراجع أمام طيب. نعم. يعني نعم. أمام هذا الاضطراب. سيد العقيلي، يعني كما قال لك سيد ضفر العاني، عدم تقبل المكون السني منذ العام 2003 هو ما أدى، بالإضافة إلى تراكمات أخرى، ما أدى بالوضع العراق يعني إلى هذا الحد. هل هناك حلول سياسية لدى المالكي الذي يبدو بأنه ما زال متمسكا بفوزه وما زال متمسكا بأنه المرشح لتولي قيادة الحكومة المقبلة؟ هل لديه هذه القدرة؟ بالتأكيد الحلول السياسية والحوارات هي الفيصل في هذا الموضوع والعمود الفقري في أي عملية، لكن والمشكلة بالأطراف السياسية التي لا تريد أن تنصاع إلى الحوار. بعض الكتل السياسية لديها امتدادات خارجية وتمثيل خارجي من دول الإقليم وتأتمر بأمرة الإقليم. الإقليم الدول لا تريد الخير للعراق. طيب كتل سياسية عراقية لماذا تنساق وراء هذه الإملاءات الخارجية؟ ومن ضمنها إيران سيد العقيلي، يعني أنت تنتقد دول الجوار، هل من ضمنها أيضا إيران؟ أنا أتكلم بصورة عامة سيد فضيلة، أتكلم بصورة عامة، هذا جانب. الجانب الثاني، ما ممكن ومن سابع المستحيلات أن نصف السنة بالداعش أبدا، لكن بعض القوى السياسية السنية تصف ما يجري اليوم هم ثوار،
طيب هل الثوار هم شيشانيون أو مصريون أو سعوديين أو من أفغانستان؟ يفترض أن نفصل ما بين العمليات الإرهابية لهذه الجماعات الداعشية وما بين المطالبات الحقيقية. نعم هناك مطالبات للمنطقة الغربية لكن ليس بهذه الطريقة. اليوم اختلط الحابل بالنابل في المنطقة الغربية. يفترض أن نفصل ما بين الاثنين، ما بين داعش حتى تبقى مفروزة وتكون هدف للقوات الأمنية، وما بين المطالب السياسية من الممكن أن تحل. والسيد المالكي عندما زار الأنبار قال المطالب المشروعة كلها مشروعة، لكن اليوم في أطراف معينة لا تريد أن تكون للحلول على الأرض تكون موجودة. هذه أصل المشكلة. طيب اليوم إذا كان هناك اصطفاف وطني ونريد الاصطفاف الوطني، يفترض بما يسمون المقاومة المطالبة، يفترض اليوم أن تقف مع الدولة مع الجهد الأمني حتى نقضي على داعش، ومن ثم طيب. نجلس على طاولة حوار حتى تحل المشكلات. هذا جانب. الجانب الثاني هذه يعني التلحينة أن الطائفة السنية مضطهدة، حتى الكل بدت يعني تتحدث باسم الطائفة السنية، وحتى أوباما كأنه يعني ولي على هذه الطائفة وتلك الطائفة ويتحدث باسمهم. سيدتي الكريمة، هل أن الطائفة الشيعية أخذت المناصب التي كانت هي للأخوة السنة؟ هل الحكومات المحلية في الأنبار والرمادي، العفو في تكريت والموصل وإديالة، هل أن الشيعة أو المالكي سلب حق الدستوري وسلب الحق الديمقراطي لهذه المحافظات؟ أو في كثير يعني من تشويه الحقائق بثت إلى الرأي العام، لكن هناك تصحيح للمفاهيم. يفترض أن نقتنع بواقع الحال أن الانتخابات هي من تفرز الأكثرية والأقلية، هذا واقع حال، في نسب، هذه النسب براغماتية موجودة على الأرض. يفترض أن لا ننكر هذا الموضوع حتى لا نشعر. ولكن قبل قليل سيد العقيلي، قبل قليل ذكر السيد ظافر الغاني العاني في معرض تحليله بأن الوضع الآن في العراق يتطلب ربما تغيير كامل للأساس الذي قامت عليه العملية السياسية في العراق منذ 2003، وهي المحاصصة. ألم تثبت المحاصصة بأنها سبب البلاء في العراق؟ بالتأكيد أتفق معك ومع السيد العاني وكل من يقول أن المحاصصة هي سبب البلاء. لماذا ذهب دولة القانون باتجاه الأغلبية السياسية؟ يعني هل هذا يعطي رسالة واضحة أن دولة القانون والسيد المالكي لا يريد المحاصصة؟ السيد المالكي يريد حكومة مهنية. نعم متحدون ترشح للسيد المالكي وزراء، لكن الوزراء يجب أن يكونوا مهنيين، لا أن يكون طبيب بيطري ويكون هو وزيرا للمالية ولا يكون هو محامي وزيرا للزراعة. اسمح لي سيد العقيلي، هذا فقط بعيد عن التخصص. سوف اسمح لي سؤال فقط، يعني فقط مدى تمسك، لو سمحت سيد العقيلي، يعني مدى تمسك المالكي تولي قيادة الحكومة المقبلة مع كل الأخطاء التي حدثت، الفتور في العلاقة بين بغداد وإربيل، غياب المهنية والاستقلالية في المؤسسة العسكرية، سوء الإدارة الدبلوماسية، وعدم نجاح الحكومة حتى في نسج علاقات مع محيطها الإقليمي، عدم قدرة القوات الأمنية على ضبط الحدود، كل هذه الأخطاء ألا تجعل المالكي يعني في وضع حرج لا يسمح له بترأس حكومة مقبلة؟ يعني لو جدلا هذا الذي تفضلت به، الأخطاء للمالكي والحكومة المالكي عرضت على الشعب العراقي. طيب الشعب العراقي هو من صوت، هو من يقيم الأداء، هو من يقول هذا الأداء جيد، مخرجاته جيدة، وهذا الأداء لن يكون جيدا أو غير مقنعا. طيب المالكي حصل على أغلبية عن أقرب منافسيه بأضعاف. طيب هناك لنقر، لنعترف أن المشكلة هي مشكلة الجميع والأخطاء أخطاء الجميع. لا يمكن أن نحمل المالكي في ظل حكومة شراكة. طيب لو كان المالكي مضطهدا إلى الكتل السياسية السنية أو الكردية، طيب لما هذه الكتل السياسية تهافتت على حكومة المالكي وأتت بوزارات؟ إذا أنت عندك تحفظ على سياسة المالكي وعندك امتعاض من سياسة المالكي وعندك ملاحظات على مخرجات أداء المالكي، ليش أنت قاعد هنا ويا المالكي ودا تقود الحكومة؟ ابقى على المعارضة وقيم وتكون هناك آراء بناءة حتى نصوب أداء الحكومة، حتى تكسب ثقة الشارع بالانتخابات القادمة. الكل لا توجد لديها يعني
هذه الثقافة ثقافة المعارضة. يجب أن تتقاسم الكعكة هذه الكتل، هذا أمر خطير، وهذه هي المحاصصة، يفترض أن نغادر هذه الأسس. لكن أنت سؤالك يعني هل نغير العملية السياسية؟ أود أن أعود أيضا إلى طيب سيد العديل، هل نغير الدستور؟ هل نغير الدستور بهذه الكيفية وبهذه البساطة؟ مستحيل. طيب. لكن نحتاج إلى التدرج، نحتاج إلى تدرج بالتوافق. نعم. نحتاج بالتدرج. قبل التدرج اسمح لي سيد العقيلي، قبل هذا التدرج نغير. قبل هذا دعني أتوجه بفكرة جاءت في معرض حديثك قبل قليل للسيد ظافر الغاني بل العاني. المشكلة الأساسية سيد ظافر العاني أن هذه الجماعات وضعت نفسها في وضع المدافع عن المكون السني في مواجهة المكون الشيعي. كم أضر هذا الأمر بقضية الأنبار وأيضا بما يرونه مشروعا من خلال مطالبهم؟ إذا كان الحديث عن داعش فهنالك مناخ معروف داخل الوسط السني بأن داعش منظمة تكفيرية وهي صناعة نظام بشار الأسد، وهي موجودة مثل ما كانت موجودة قاعدة أبو مصعب الزرقاء للتشويش على المجتمع السني وعلى القفز على المطالب المشروعة لهذا المجتمع وخلط الأوراق عليه. في نفس الوقت الذي لا ينبغي فيه على أي شخص التوهم بأنه لا توجد داعش، في نفس الوقت ينبغي الانتباه إلى أنه هذه الانتفاضة أو هذا الاحتياج الشعبي، هذه الثورة، سميها ما شئت، أنه السواد الأعظم منها لا علاقة له بداعش على الإطلاق، وإنما هي امتداد للاعتصامات التي كانت موجودة في المحافظات الستة المنتفضة لأكثر من عام ونصف، تفجرت بسبب تسويف الحكومة، لأنه ما أكثر الأقوال وما أقل الأفعال. طيب. أنا أتمنى يعني نناقش نحاور، تمنيت أن يطول الوقت ولكن أدركنا الوقت المخصص لهذا الحوار بشأن التطورات الأمنية والسياسية في العراق. المرة الثانية تحفظين اسمي جيدا. طبعا أكيد اسمح لي يا سيد ظفر العاني. ظفر العاني إذن الناطق الرسمي باسم قائمة متحدون من دبي. مرة غلطت باسمك ومرة باسمي، شفت؟ ومن بغداد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي، شكرا لكما. تتابعون في الجزء الثاني من حوار الليلة. إذن تراجع الاهتمام الدولي بمأساة لاجئي سوريا موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة. نرحب من جديد بضيفينا، معنا في الأستوديو المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد أبو عساكر، ومن بيروت رئيس مركز دلتا للأبحاث المعمقة محمود حيدر، أهلا بكما. نذكر أيضا أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. إذا أبدأ معك النقاش سيد محمد أبو عساكر، ألم تدرك الحكومات العربية ومعها المجتمع الدولي مخاطر الوضع، وضع اللاجئين السوريين، حتى وصل إلى هذا الحد من الخطورة؟ نعم، بداية شكرا للاستضافة. يعني الأزمة السورية الآن تدخل في مراحل صعبة جدا، حيث أن الأعداد تتزايد بشكل سريع جدا. نحن الآن لدينا في المفوضية ما يقارب من 3 ملايين لاجئ سوري مسجل في دول الجوار، منهم 1,100,000 في لبنان وحدها، هناك 750,000 في تركيا و 690,000 في الأردن، إضافة إلى 225,000 في العراق. هناك أيضا 135,000 في مصر. هذه الأرقام يعني كبيرة جدا ومتسارعة. نحن الآن نعتبر الأزمة السورية يعني هي أكبر أزمة إنسانية في القرن 21. سوريا أصبحت أكثر دولة منتجة للنازحين على مستوى العالم. قبل يومين كان هناك يوم اللاجئ العالمي، ويعني بكل أسف أقول أنه يعني 3 دول رئيسية شكلت نصف عدد اللاجئين بالعالم، أفغانستان والصومال وسوريا، أضافت المزيد والكثير من اللاجئين حول العالم. هذه يعني
يعني تحديات كبيرة. نحن يعني لا نريد أن نتحدث عن أرقام، نتحدث عن أناس يعني كانوا يعيشوا حياة كريمة واضطروا يعني مجبرين بشكل قسري للخروج من منازلهم، سواء كانوا نازحين في داخل سوريا حيث هناك 6.5 مليون نازح في داخل سوريا بحاجة لمساعدة إنسانية، إضافة لما يقارب من 3 ملايين من اللاجئين إلى دول الجوار. هذه أزمة كبيرة تشكل تحدي كبير ليس على اللاجئين وحدهم أو على المفوضين والمنظمات الدولية، بل أيضا على الحكومات والمضيفة لهؤلاء اللاجئين. هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة على الدول المضيفة. نحن نتحدث على أرقام، يعني البنك الدولي أصدر تقرير في شهر فبراير الماضي وتحدث على أن مستوى البطالة في لبنان سيزيد بنسبة 17% في العام الحالي. الحكومة اللبنانية تقدر ما أنفقته على اللاجئين السوريين في لبنان 2 مليار دولار، تركيا تقدر ما أنفقته 2.5 مليار دولار حتى الآن. هناك أزمة في الموارد الطبيعية الأساسية في الأردن، هناك تحدي في المياه على سبيل المثال. نحن نرسل إلى مخيم الزعتري وحده بشكل يومي 4 مليون لتر ماء في بلد أصلا تعاني من شح في المياه. هذه تحديات جمة على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على كل المستويات. صحيح. دعنا يعني نستطلع رأي السيد محمود حيدر، خصوصا وأن لبنان أحد الدول التي تعاني من عبء اللاجئين السوريين. يعني كلما طالت يعني مدة اللجوء يعني تزيد أعباء هؤلاء اللاجئين. ما الذي تقوم به لبنان كدولة من أجل التقليل من المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون مثلا في لبنان؟ يعني الحقيقة لأول مرة لبنان يواجه أزمة على هذا النحو من التوسع والانتشار للاجئين من بلد عربي مجاور، الذي يضاعف من حدة تلقي هذه الأزمة وهذا التحدي، هو أن لبنان أيضا يعيش أزمته الاقتصادية والاجتماعية، ويعيش فضلا عن أزمته السياسية المتصلة والتي تتعاقب باستمرار. هذا الأمر ضاعف من عمق الأزمة الاقتصادية، والأرقام تتحدث عن يعني عن خسائر تفوق 3 مليارات دولار بسبب من هذا الانتشار الواسع جدا للإخوة السوريين الذين نزحوا بسبب الأحداث منذ العام 2011. هذا أمر أنا بتصوري لا يتصل بلبنان فقط، ولا ينبغي التعامل مع هذه مع هذا السيل العارم من النازحين كما لو أنهم تحدي سلبي، يعني بمعنى التعامل معهم على أساس أنهم هم السبب الذي يعني يضاعف من الأزمة الداخلية اللبنانية. هذا أمر يتصل بحالة إذا صح التعبير جيوستراتيجية، يعني يمكن أن نتحدث اليوم عما يمكن أن نسميه بجغرافيا النزوح التي تمتد على مساحة واسعة جدا، تتصل بسوريا ولبنان والأردن والعراق، نعم، ناهيك عن البلدان المغرب العربي. هذا أمر باعتقادي حساس جدا ودقيق جدا، وينبغي مواجهته على مستوى الدولي. نعم. لكن مع الأسف الشديد أن الحضور الدولي في هذه الأزمة بالذات هو حضور كسول، وهذا الكسل له أسباب عديدة، منها حالة الاضطراب التي تعيشها المرجعية الدولية. يعني لو كان الوضع الدولي سليما ومعافى وهناك نوع من الوفاق الدولي الآن لكان الأمر هينا وعولجت مسألة النزوح معالجة. طيب. يعني جدية. بالإضافة سيد محمد أبو عساكر إلى ما ذكره من أسباب، يعني هناك انطباع لدى كثيرين بأن الاهتمام ب اللاجئين السوريين تراجع أولا طول الأزمة أكثر من 3 سنوات، ثانيا تراجع لحساب الأزمة في العراق. إلى أي مدى زاد هذا الأمر الصورة قتامة، صورة اللاجئين السوريين؟
يعني لا نستطيع أن نقول بأن الأزمة العراقية لحتى الآن يعني أثرت بشكل مباشر على الأزمة السورية، ولكن يعني نحن نتحدث على أزمة يعني عمرها ستة أشهر في العراق مقارنة بالأزمة السورية التي دخلت عامها الرابع. هناك نداء استغاثة وجه لصالح الأزمة السورية في شهر ديسمبر الماضي، قمنا بطلب مبالغ مالية قدرها 4.5 مليار دولار لمساعدة اللاجئين في دول الجوار لمدة عام واحد. ما وصلنا إلى حتى الآن هو فقط 27% من المبلغ المطلوب، هذا كان حتى فيما قبل الأزمة العراقية. أكيد طبعا الأزمة العراقية يعني نحن نتحدث على ممولين والدول مانحة ومجتمع دولي، هناك أزمة الآن في العراق، هناك ما يقارب من 1 مليون نازح في خلال ستة أشهر، أكيد هذا يعني ينصب عليه الاهتمام الدولي. ولكن طول الأزمة إضافة إلى تعقيدات الأزمة السياسية، حيث أنا لا يوجد هناك انفراج على المستوى السياسي بأي أمل قريب، هذا أدخل المنطقة واللاجئين في قضايا يعني قلل من عملية التمويل، إضافة لأن الأزمة الاقتصادية العالمية يعني أثرت على الدول بسخائها مقارنة بما كانت عليه ما قبل الأزمة الاقتصادية. يعني هذا أثر أكيد بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين. نحن لا نستطيع أن نوفر كل الاحتياجات الأساسية للاجئين نظرا لأننا ليس لدينا الإمكانيات المادية لذلك، هذا يؤثر بشكل مباشر على نقص الخدمات المقدمة، وأن مزيد من اللاجئين سيعانون. سيد حيدر، أنتم كمجتمع مضيف لهؤلاء اللاجئين، ما الآثار التي لحقت مثلا بلبنان جراء هذا التدفق الغزير للاجئين السوريين عليكم؟ يعني هناك مفارقة، يعني لبنان وسوريا هناك تداخل ديموغرافي مديد، يعني عائلات مشتركة، تزاوج، يعني هناك نوع من العلاقة الأسرية بين اللبنانيين والسوريين، وهذا يمتد إلى يعني أزمنة وأجيال طويلة. لكن الشيء الذي حصل اليوم أن المسألة لم تعد محصورة في الجانب الإنساني الاجتماعي، إنما تتعدى إلى الجانب السياسي والأمني، وهذا أمر يعني هو الذي يجعل من هذا السيل العارم من الانتشار السوري في لبنان يعني ينطوي على أبعاد خطيرة. الآن هناك يعني ما يعادل ربع سكان لبنان، يعني ربع عدد سكان لبنان من السوريين موجودين في يعني منتشرين في كل المناطق اللبنانية. الخسائر المالية المترتبة على هذا الأمر، حالة البطالة الموجودة، حال الجانب الأمني الذي يعني بحكم التدخلات يعني الجيو أمنية، يعني اتصال لبنان بأزمة المنطقة وهذا التداخل، يعني الحالة الإرهابية التي يعيشها لبنان هي أيضا تدخل في نطاق حالة الحذر الشديد في البؤر التي يستغلها هؤلاء في مواقع انتشار اللاجئين السوريين. المشكلة يعني ردات الفعل عند القوى السياسية اللبنانية وبعض القوى السياسية اللبنانية، وهذا خوف مزمن ولكنه الآن يظهر بأشكال مختلفة. هناك خوف من أن هذا التحول والانقلاب الديموغرافي الذي يشكله النزوح في لبنان يمكن في المستقبل القريب أن يؤدي إلى نوع من الاستيطان، وهذا الاستيطان يؤدي بالتالي إلى التوطين، وهذا طبعا رغم المبالغة فيه إلا أنه أمر حاضر في السجال السياسي اللبناني. لكن بطبيعة الحال لا يمكن عزل هذه الحالة في لبنانيتها، هو أمر متصل كما قال سيد محمد أبو عساكر. نعم. أنه أمر نعم سيد محمد أبو عساكر هو أمر أصلا متصل بمشاغل إقليمية ودولية، ولبنان بطبيعة الحال هو جزء من هذا النسيج الإقليمي والدولي، وعليه أن يتكيف برأيي مع هذا الواقع الحاصل مثل ما تتكيف بقية الدول المجاورة. سيد محمد أبو عساكر، يعني سوريا اليوم تواجه خطر وجود جيل كامل يعني محروم من متطلبات الحياة، إن كان تعليم، تربية، صحة، يعني هم فقدوا الظروف الطبيعية التي ينشأ فيها الطفل. هل ترى ضوءا في نهاية النفق من الناحية الإنسانية على الأقل الأطفال؟
يعني للأسف الصورة قاتمة جدا. الأطفال هم أكثر من يدفعون الثمن في جراء هذه الحرب المستمرة التي دخلت عام الرابع كما ذكرت. نحن نتحدث على ما يقارب من 3 مليون من اللاجئين، 53% منهم من الأطفال دون سن 18، ممن هم في سن المرحلة الدراسية وعمر الدراسة. هناك أكثر من النصف خارج مقاعد دراستهم، هناك أكثر من 2 أو 3 سنوات لأطفال لم يكونوا على مقاعد دراستهم. هناك يعني كما ذكرت حضرتك يعني نتحدث على جيل كامل مهدد بالضياع. هذا الجيل الآن مضطر أن يعمل لكي يجلب لقمة العيش لأسرته. أصبح الآن هؤلاء الأطفال هم يعني باع في الشوارع بأجور زهيدة جدا لكي يوفروا لقمة العيش لأسرهم. 75% من اللاجئين هم النساء والأطفال، أصبحوا هم المعيلين الأساسيين لأسرهم. عندما يعني قبل أسبوعين كنت في لبنان وتحدثت الأطفال هم إذا كانوا يذهبون للدراسة أم لا، قالوا لا بكل صراحة لا نذهب للدراسة لأننا نريد أن نجلب لقمة العيش لأسرنا، وهم لا يعني معذورين بذلك. لكن هذا هو نتيجة تدني المستوى المساعدات التي نتلقاها لنوفر المساعدات لنعيد هؤلاء الأطفال إلى مدارسهم. نحن نعمل كل ما بوسعنا على إدخال هؤلاء الأطفال إلى المستويات إلى المدارس. يعني على سبيل المثال هناك في لبنان المناهج الدراسية في لبنان مختلفة عن المنهج السوري. المنهج في لبنان يدرس باللغة الإنجليزية والفرنسية، المنهج السوري هو اللغة العربية. لذلك نحن نقوم بإعطاء دروس علاجية لهؤلاء الأطفال لكي يتمكنوا من مواكبة المراحل الدراسية. هناك أطفال قبلتهم في المدارس السوريين يعني قاموا بتحصيلات دراسية رائعة جدا صراحة إذا أتيحت لهم الفرصة، ولكن هؤلاء الأطفال هم من وجدوا الفرصة بأن يعودوا إلى مدارسهم وأن يبتسموا وأن يلعبوا ويرسموا مستقبل سوريا، في حين أن باقي الأطفال أكثر من نصفهم هم أصبحوا المعيلين الأساسيين. عندما يذهب الطفل إلى المدرسة هو يحتاج إلى رسوم دراسية، يحتاج إلى زي مدرسي، يحتاج إلى قرطاسية، يحتاج إلى مصاريف. هذه المصاريف بحاجة. نحن نعمل مع شركاء من اليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفل لكي نوفر البرامج العلاجية وتمكين هؤلاء الأطفال من العودة لمدارسهم. ولكن نرجع إلى المربع الأول، نحن بحاجة إلى أموال لكي نعيد هؤلاء الأطفال إلى مدارسهم. طيب سيد حيدر، هل هناك مؤشرات تدل على أن المجتمع الدولي قد يقدم ربما على خطوات عملية في الأشهر المقبلة؟ يعني مع الأسف الشديد أنا يعني لا أرى إلا صورة رمادية، بل أستطيع أن أقول متشائمة في أن يبادر المجتمع الدولي في المدى المنظور لإيجاد حل جذري وحقيقي لمسألة النازحين السوريين سواء في لبنان أو على مستوى المنطقة. وهذا عائد إلى كمية الأعباء أو كمية التعقيدات التي يعيشها المجتمع الدولي بسبب كما قلت قبل قليل يعني غياب المرجعية الدولية. يعني مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل مؤسساتها ربما تستكمل مساراتها الإدارية إذا صح التعبير، لكن الجانب المتعلق بالقرار السياسي الدولي الذي يستطيع إذا قرر أن يحسم سلة كاملة من المشكلات هذا أمر غير حاصل اليوم. هناك تصدع في المرجعية الدولية، هناك نوع من الاحتدام والصراع كما نشهده الآن في يعني في المرحلة الانتقالية الإقليمية والدولية. سوف نشهد المزيد مما يمكن أن نسميه بفوضى العلاقات الإقليمية والدولية. هذا الأمر سوف يعكس تأثيراته الجدية والعميقة على المسائل الإنسانية ومنها مسألة النازحين. عودة إليك سيد أبو عساكر، يعني الدول المضيفة بالتحديد المجاورة الأردن، لبنان، العراق، تركيا طلبت مرارا بمساعدات دولية، لماذا لا يوجد استجابة ترقى لدرجة حساسية الموقف لدى هذه الدول وكأنها تركت لوحدها يعني تعاني من ما يحدث في سوريا؟ يعني نحن مرارا وتكرارا قلنا أن على المجتمع الدولي أن يقدم المساعدات للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني
كذلك للمجتمعات المضيفة والحكومات لكي تواصل خدماتها المقدمة للاجئين. نحن ممنونون جدا لكل الحكومات في الدول المجاورة على إبقاء حدودها مفتوحة للمجتمع المحلي الذي استضاف عشرات الآلاف من اللاجئين في بيوتهم. يعني هناك من لديه أقارب أو أصدقاء وحتى ليس علاقات اجتماعية استضافوا العشرات الآلاف. هذا العبء كبير على المستوى الاقتصادي، على مستوى دخل الأسرة. نحن يعني في النداء الاستغاثة اللي قدمناه في شهر ديسمبر الماضي جزء من مخصص للمجتمعات المضيفة، ولكن الحكومات نحن نطالب المجتمع الدولي بأن يقدم المساعدات للحكومات لكي تستمر بالمساعدة لهؤلاء اللاجئين. هناك عبء كبير كما ذكرت يعني على كل الدول المجاورة على المستويات الاقتصادية والمستوى الاجتماعي. إن لم تتوفر الأموال لهذه الدول لكي تواكب هذه السرعة الرهيبة في عدد اللاجئين لدول الجوار سيكون هناك أزمة كبيرة. بالنسبة لكم في لبنان سيد حيدر، اللاجئون السوريون يعانون ظروف قصرية فيما يخص شروط العمل بعد 3 سنوات وأكثر من الأزمة، لماذا هذه الشروط القاسية عليهم؟ والله المفارقة هذه الشروط مجرد حالة افتراضية لفظية، لكن في الواقع أستطيع أن أقول من خلال متابعاتي ومشاهداتي وربما يعني معاينتي لبعض يعني الحالات الاجتماعية، أستطيع أن أقول أن ربما يكون النازحون السوريون في لبنان هم الأكثر راحة نسبيا من بقية الدول الأخرى فيما يتعلق بالعمل. ليس هناك قيود جلدية على العمل، يعني بتصوري يعني مواقع العمل اللبنانية تفضل السوري أحيانا على اللبناني بسبب من الأجر الضئيل الذي يمكن أن يأخذه، وهذا أمر حاصل منذ زمن بعيد بالنسبة لسوق العمل اللبنانية. بمعنى يعني سلطة حماية العمل في لبنان لا تمارس مهامها، وهذا الذي يؤثر جديا على المواطن اللبناني. يضاف إلى ذلك أن الدخل الذي يحصله النازحون السوريون أيضا يساهم بشكل أو بآخر في تفعيل سوق العمل اللبناني. يعني هناك مثلا نحو تقريبا 80% من السوريين يسكنون في بيوت مستأجرة ويدفعون بما يعادل بين 150 أو 200 دولار شهريا، بما يضخ على الاقتصاد السوق اللبناني ربما أكثر من 40 مليون دولار شهريا. يعني هذا أمر يجب أن ينظر إليه ويؤخذ بعين الاعتبار، أن هذا التفاعل مع السوق اللبناني أيضا يعوض بعض الثغرات التي يمكن أن تحصل. لكن الأزمة مستمرة وينبغي مواجهتها بدقة، خصوصا وأن الوضع اللبناني المأزوم سياسيا والمأزوم اقتصاديا يمكن أن يضاعف وجود النازحين من هذه الحالة. سيد أبو عساكر، ما الذي ينبغي فعله من أجل إدارة هذا الملف بشكل يخفف الأزمة عن اللاجئين السوريين؟ الحل الأساسي هو حل سياسي. نحن تعذر هذا الحل خصوصا بعد فشل جنيف. يعني إذا تعذر الحل السياسي، المنظمات الدولية ليس بوسعها إلا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين لحين انتهاء الأزمة وعودتهم إلى بيوتهم يعني سالمين. نحن لا نستطيع أن نوفر أي حل سوى يعني ضمد الجراح، ونستطيع أن نقدم ما بإمكاننا فعله وهو غير كافي لكل الاحتياجات الإنسانية الأساسية لهؤلاء اللاجئين. نحن نتحدث على زيادة كبيرة بشكل يومي إلى دول الجوار، هذه احتياجات نحن نتحدث على أفراد، على أسر، على نساء، على أطفال، يعني احتياجات يعني متشعبة ومتجذرة على كل المستويات، وما نقدمه بالتأكيد غير كافي. الاحتياجات الصحية والتعليمية، المسكن هو تحدي أساسي كبير، حيث أن 85% من اللاجئين هم خارج المخيمات. يعني
فقط 15% هم من يسكنون في المخيمات، لذلك هذا تحدي كبير على المنظمات الدولية، على الدول المضيفة، على المجتمعات المضيفة. نحن الحل الأساسي الموضعي الآن نستطيع أن نقول أن يكون هناك كرم في الدول المانحة والمجتمع الدولي بسرعة إيصال الأموال اللي كانت تمكن من تقديم مساعدات المنقذة للحياة لهؤلاء اللاجئين. شكرا جزيلا لك رئيس مركز دلتا للأبحاث المعمقة محمود حيدر، والشكر الجزيل أيضا لمحمد أبو عساكر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. شكرا. موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية.